لكن ما حي أورانيان ونمقلا يا بي أورانيان أنا أركي قارت صالح ميد نولي مكو دينتاي ودادك قار كود أي كل مين أي أنغو ميشو تشوغي ميل كفوك تشوغنا المصوحة القاد قارت بعدي سي يكوي دابا السعودية كاميدا كل صنع أين صوحة القاد سي شيخ وين نمقلا يا أمي ميو يمي ما يسوغو ميل هبلاية تشوغا كيلومترات تربضنا إنو دحيان فرتن صدون كيلومتر الكاس إنك مقلي هبلين سو معناه دوما سفدي لا وكلوا لي قف كاحن وصنا يا إيش شافي كسر وصداد لا سوري شيخ يقوى ودا كوحن وصنا ينو شافي شيخ بلو الراب نو كان وصداد لا ده شيخ يقوى ودا ينو الراب كانوا مركامر هدي الدعاء دي أي نقطتي عباده دي لا عيد أنا هين إلا بري حكم كده محون غنية ما حكم الدعاء وغير الله شرك تام كورا كل شيء ليني دي شرك با ما قالن كاغاي دي قالن كاغاي سي شرك با ايه شرك ما اذا في الامر التفصيل ارنتو كلا قاديس با جليس يا فهفاي سؤال شو حيت هاي هل دعاء المساله والطلب عبادة محضة أم فعل محتمل دعاء بريضة يوح ويديس جاي مع عبادة برح ترنبا صلاة دعاء كله وهذا الكلام باهنا ينقف كإله عيدان هين وصمائية مركب الأوران هي كفر يا شرك بقرع مسوى فعل محتملة محتملة حلو قد شيء ده مر عبادة نقضاء مرنا عن عبادة نقض لبدواتي وفعل إذن الدعاء والطلب والمسألة ليس عبادة محضة وإنما هو فعل محتمل يكون عبادة تارة ولا يكون عبادة تارة أخرى مربو عبادة نقضى مرنا عبادة ما نقضى مركو عبادة يهي أي إله إذن أنا الله صمين كريم هذه الله صمين رأي نقول سامحي شركة هنا غرزة. مركا أنو عبادة هاينا حكم كلا وقاطبة شركة نقول معي. متى يكون الدعاء غير الله شركا؟ بريد إله عدانا إلا بريا قرمي شركة غرزة. أي نعم. إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هدو إلهي عدان هين ويديستو وح إلهي مو يانا عدك الآن أوودين سيدا رابين وكير قف دنتين وشافيو چنئلو قليو نار إلو كبد باديو أرساقد دينو وبلاريو دوا شرك بعد سويدين لي حالت دا محي بريض وشرك كل نقط إذا دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا كبر يا إله عدانا هين وح إلهي ما يلعدك لباني أودين حي بريضات الشرك والنقط هاي حق إلهي خاص يعني لأنه وصف هذا المخلوق بخصائص الله لأنه وصف وأثبت لهذا المخلوق بخصائص الله وحي إلهي صفاتك إلهي ولقارك لأو مخلوق كسفي صفاتك إلهي ولقارك يا محاكم إذا القدرة على كل شيء والله على كل شيء قدير صبا إلى أي شيء والبوء أوده لكن مخلوق الشيء والبوء أوده أوده سي قدرته سوى محدود مركا وح إلهي مو يلعدك الآن قبان كارين عداد مخلوق ويديسته وحي كرد قانت هاي مخلوق قاينة كسفة يصي سفدي إلهي أهيد إن وح والبوء أوده وتشبيه المخلوق بالخالق كفر إن مخلوق خالق المشبه صفات كي خالق مخلوق لسيانه وبحي كفريه يقالمه وإما وقفك السعد ويرى هذا الشيخ فلان على كل شيء قدير الشيخ فلان وحول بو أودا مشكي بأي نقاك ترى قالمه ديس ومايا ديو تاوح الله ميدا وح إلهي مو يانا عدك لآني أودين مركو ويديستو
waxay ka dhigan tahay inuu yiri isagu dadka kale la mid maaha wax walba uu awooda oo wuxuu yiri sheekh ebelo hadhinta ma noolaada hala jooga ma maqnaado qofka xanuunsanaya ii shaafi waa sidaad leh suuri sheekhaygu uu awoodaa kuwa xanuunsanaya inuu shaafiyo sheekh ebelo roob noo keen war sidaad leedahay sheekhaygu uu awoodaa inuu roobka keeno miyaanu sifada ilaahay siin وعلى كل شيء قدير معانا دواء سيناس طيب حالة لبعض الدعاء غير الله والشرك نقرأه إذا دعا الأموات والغائبين أدوبر يكوى دنتي يكوى مقام ولو واحد هو يدي سنة يا هنقطة وحكوى النول لتشوغا يأوداني حالة دانا والشرك محابر يدو حالة دانا الشرك أو نقطة أنا كود أنت واحد لينور شجعين عمل كود جواي صامع إذا ما تبين هذا من قطع عمله كم بري يا مر كم هو اعتقاد سيء عمل كود إنا نجواين ولي أدوية ذا يكش قين يا ردت كتشوجة بري وحط ريال قف كقف لنتي بري يا أما قف مقن وصفه بخصائص الخالق خالق خصائص تي سيبو كسفي سيدو كسفي توحوا لي ميل البحر وكم غلا وحداري وحده وبيا مغلورت وصفتي سايت الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم هو السميع البصير مركا هداد قف مقان او قارد كلت شوغا وفي حك في حكم الحاضر نانا يمد كلت شوغا نانا لا حكم هاين سكا التليفون كوضا هاد ليسان وغائب لك في حكم الحاضر مد غائب في حكم الحاضر انا هاين اياد بريدي أمريكو تشوغا أما هنديو تشوغا مركزات بريسة أما هو دينتي بريادة هذا الاعتقاد بيكو صلاي سانتا إسكامات بريينوني هذا مركو هو الاعتقاد دي إنو ميل دوية ميل دير بوح كمغلو وحوال بينو تاري كارو نبوال بينو الدفاعي كارو تردعدين إنو إنو كادو القادك الاعتقاد كاسي كل سانتا وإلا عبث بين قولي سا ليالي عياري معانا دراي نقولي سا بريادة دو. وهذه اللي قرأها ذو شيخ أنا أتبري يسير أنت أمام قنميوك مغلية وأتراها ذو إنما مغلية ذو حلو يا ضامي ذو هلا أنت وحنك مغلية حد كبريس لكن محي أورانيا وإنما مغلية أبي أورانيا أنا أرى كقار سالي ميد نولي مكوو دينتاي وذات كقار كودا كل مين أيا أنقو ميشو تشوغي ميل كفوك تشوغنا أمصو هذا القادم قار أتباع دي سي يكوي دبس عدي كاميدا كل صنع أنا سلسة هذا القادس شيخ وينه مغلي هاي ومي ميويمي ما يسقوا ميل هبلاية شوقة كيلومترات تربضنا هاي نور الحيان فرت نصدم كيلومتر القاس وينك مغلي هاي ليه سمع عنيد وما سفيد إلى وكلوا لي إلى هاي قبرني النبي قال لهاد لي سيبه مغلي صوما سقوا السماء وكسر ريا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله كان وصاص وكلي كلي ka qofka qof dhintay ama maqan baryaya sifaadka ilaahay buu sii ay kamid tahay qudrat ala kulli shay ay kamid tahay sam'u jami'i al-aswat ba'idaha wa qareebaha ay kamid tahay ru'yatu kulli shay shay wal bayn wa arku al-ba'id wal qareeb ka fog iyo ka dhaw kaas baaba ay shirki ku noqotay kuwaas ayaa kamida tayib mata yakunu متى لا يكون الدعاء غير الله شركا غور ما بريد الله عدانا وبريانا الشرك نقرين إذا دعا حيا حاضرا أو في حكم الحاضر فيما يقدر عليه وهدو ويديستو مدنول حيا وحاضرا لتشوغ أما في حكم الحاضر لما تشوغ هو مقي لكن وحلو مديا هاي كلتشوغ دواك التلفون كل هذا لسان وكله سواء كل تشوجين فيما يقدر عليه كبر يو ويديستا وحو أوده سيرة تراضو كل شيء لنيديب قلن كنيديب حكم كيد وامح شرك ما هدا لكن أصل كوحة ويا بريضو إناني بنانين وهي دوقف كوي دوليسا بريضو كان لبريضينا ويديبتا مرادو مخلوق يهي ساوجد بشريعه حارنتي ميس
وحديث بدون ما كسر تذم المسألة إلا حالة قارو القصر ريبي مياني. لكن أصل وحواء سؤال المخلوق إني تاي حارة المخلوق إلا بريه وحلو يدست. لكن شرك ماها مرها دون نولي هاي وكلت شو جامع وكلت شو جا ولا حكم ياي وحنا وياي وح أوده حرام بها نقطة حالة قار كود حالة قار كود مباح. لكن شرك ماها علماء غير كود إجماع بكسر المسألة داس إن حكم كالس كوا فقسية هاي يقول سلام ابن تيمية وحي إلى هذا فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو اغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص الإلهية. رسول الله ابن تيمية وقرى ما هي علماء بضنبا إجماع صوانق لسي شخص سليمان بن عبد الله نوحي إذا تبين ذلك فعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فهو مشرك. علماء كو إجماع عليه سكوافقين وفق الله بضي نوع الدعاء ذا دعاء المسألة كم يطهي إلى عدانة الوصمي مشرك مية ولو قال لا إله إلا الله وإلى هذا به ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى وصام هدت كذوها الصابة إذ شرط الإسلام مع التلفظ بشهادتين أن لا يعبد إلا الله وهي إسلام لماذا؟ مركا لقي ما دين وقفك شهادتين ككل واقو وحشر دواق وقفك إنه شركي سمين دي وقفك شركي سمين إسلام نوين سكسي باقي هان ميسو ولو عشر كل حبط عنهم ما كانوا يعملون فمن أتى بشهادتين وعبد غير الله ما أتى بهما حقيقة في شهادتين كل واقع لكن إلى عدان العابدة ربهان لمو إيمان وشهادتين شرك كم رمى دي قفك لقرب شهادتين شرك الله صعد حوطر مايا وإن تلفظ بهما كاليهود الذين يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام شهادتين كي نفك لغير واقع قري قفك كما في اللي بدون العمل بمعنى بمعناهما يظل معنى هذا لغو عمل فلن واعتقاده إجماعا معنى هذا يظل الاعتقاد تانوا والسكوا فقسيبون علماء بدنا كم يدعو علماء شافعيتنا مسألة استعاذة ذا إلى عدانا هين إلا ما قنق لمرك يكاد ليان بي الشيقان إلى الشركة تحي علماء الحنفية إن بدنا كم يدينا ساسوا قال ساكو حسن كتاب كرا جهود علماء الحنفية في محاربة القبورية شمس الدين الأفغاني وقري رحمه الله تعالى والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.